بسم الله. دلوقتي عايزين نعمل سلاب اتش للفلور ديت، فهاجي دلوقتي هنا من استراكشر واقول له انا عايز فلور سلاب اتش. سلاب اتش هدخل هنا ادي، طيب الاقي الاشكال او البروفايل اللي انا اقدر استخدمها. لو في شكل عايز تضيفه تقدر تحمل الفاميلي بتاعت البروفايل، وتقدر تيجي هنا من الفاميلي بروفايل تختار الحاجة اللي انت عايزها وتعمل منها دوبليكيت وتغير المقاس اللي انت عايزه. دي الابعاد بتاعتها تقدر تغير فيها براحتها، ودي عبارة عن فاميلي تقدر تعدل فيها في اي وقت. فانا هاجي دلوقتي من فلور واقول له سلاب اتش واختار الحاجة اللي عايزها. مجرد ان انت تدوس بس على الحرف بتاع الفلور هو يبدأ يرسم لك السلاب ايدج بشكل دوت.